طلاب يشكون من استبعاد المعهد العالي للقضاء بعدن لهم، فهل لا تزال مؤسسة القضاء مختطفة حتى بعد انتقال المعهد لعدن؟ متى تتخلص مؤسسة القضاء من المحسوبية؟ أهلا بكم. على ضوء قضية استبعاد أسماء طلاب الدفعة 23 المقبولين في المعهد العالي للقضاء بعدن واستبدالهم بآخرين، يستمر احتجاج ومناشدات طلاب معهد القضاء بعدن من تغييب أسمائهم واحتكار مؤسسة القضاء على فئات معينة في المجتمع، بالرغم من نجاحهم كما يقولون وبمعدلات عالية، وبالرغم من تفوقهم في الاختبار التحريري والشفوي بامتياز وجيد جداً، يتم إقصاؤهم بحذف أسمائهم دون مبرر أو أي سند قانوني مشروع. فلماذا يسقط أصحاب المؤهلات والمعدلات العالية؟ ولماذا يخل القضاء بأبرز مواثيقه وأولوياته وهي العدالة والنزاهة؟ ما هي مخاطر تسييس واحتكار القضاء؟ وهل فعلا هذا ما يواجهه طلاب المعهد العالي للقضاء بعدن؟ أم أن للقصة زاوية أخرى؟ نحن طلاب الدفعة 23 خضنا الامتحانين الشفوي والتحريري، تفوقنا بنجاح، ومع ذلك تم استبدالنا بطلاب متدنين في الدرجات. من هنا بدأت رحلة استعادة مستقبلهم التعليمي، لكن دون جدوى حتى اللحظة. طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن يشكون من استبعاد معهد القضاء لهم، ولسان حالهم ما تقوله اللافتات هنا أنهم متفوقون، لكن ليس لديهم وساطات لقبولهم. رغم نجاحهم بالامتحانات التنافسية التي استمرت لشهرين، إلا أن طلاب الدفعة 23 تفاجأوا بأن مقاعد المعهد العالي للقضاء تقاسمها أبناء القضاة وأبناء الهيئة التدريسية للمعهد وأصدقاء وأقارب وجيران قيادات السلطة القضائية، بحسب بيان مناشدات الطلاب لرئيس الجمهورية. لقد بعث الطلاب رسائل مناشدة لجهات كثيرة، منها للرئيس هادي والدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى. الإشكالية تكمن في البداية أنه تم إقصاء الكفاءات والأوائل والمستحقين من الالتحاق في بقية إجراءة القبول في المعهد، وإدخال غير المستحقين من المتدنيين بالدرجات الضعيفة والراسبين، فتظلمنا ووقفنا وقفت احتجاجية سابقة، واستجاب مجلس القضاء إلى تظلمنا وخصص لنا 70 مقعدا لاستيعابنا، ولكن تم الالتفاف على هذا القرار وتم تكرار الخطأ السابق وبصورة أكبر وأشد من سابقتها، حيث لم يتم استيعاب أحد من المتظلمين ولا نعرف من أين جاءوا ببقية من تم استيعابهم في ذلك العدد. لا تختلف شكوى طلاب المعهد في عدن عن الشكاوى ذاتها التي قدمها طلاب المعهد بصنعاء قبيل انتقاله للعاصمة المؤقتة بقرار مجلس القضاء الأعلى في سبتمبر 2018. فكما يقول متابعون، إن معهد القضاء العالي يخضع لمحاصصة تتجاوز الجغرافية والمؤهلات، رغم التوجيهات المعلنة والمؤكدة على ضرورة استيعاب المعهد للطلاب المتقدمين من كافة المحافظات، إلا أن المعهد ذهب كالعادة باتجاه آخر. تستمر المطالبات لأكثر من 5 أشهر لفتح ملفات الناجحين لمعرفة حجم التجاوزات التي حصلت وإيقاف التجريف الممنهج لقوائم نتائج امتحانات القبول التي أعلن عنها في حينه، مستغلين انفجار الأوضاع في عدن التي شكلت فرصة لإعلان الأسماء المقبولة دون إقرار مجلس القضاء أو أي إجراءات قانونية. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا جواد النابهي، وهو أحد الطلاب المستبعدين من المعهد العالي للقضاء عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ جواد. مساء النور عليك أستاذة آسيا. أهلا بك أستاذ جواد. ضعنا بداية في صورة المشكلة التي تعرضتم لها كطلاب متقدمون للمعهد العالي للقضاء. في بداية الأمر تقدمنا لامتحانات التحريرية. نعم. واجتزناها بعد توفيق من الله تعالى باقتدار وبامتياز، وبعد ذلك دخلنا الامتحانات الشفهية. نعم. وهي المرحلة الثانية للمنافسة، وهذه المرحلة
كانت عبارة عن اختبارات شفهية يحضر الطالب لمقابلة لجنة مكونة من أفضل الدكاترة في ذلك. بعد ذلك الحمد لله وفي أثناء الاختبارات الشفهية اجتزناها وبنجاح وبشهادة الأساتذة الذين تفضلوا إلينا في طرح الأسئلة وردها والإجابة عليها. وبعد أن تمت أو انتهينا من الاختبارات الشفهية تفاءلنا وكنا منتظرين لصدور الإعلان لدخول المرحلة الثالثة وهي مرحلة المقابلة الشخصية، وهي كتقييم فقط لشخصية الطالب لا اختبار فيها. لكن للأسف فوجئنا في تاريخ 29/5 وبالتحديد قبل يوم من إجازة عيد العمال أو يومين من إجازة عيد العمال بإصدار إعلان من قبل المعهد العالي للقضاء يبين فيه أسماء الطلاب الذين الناجحين في الاختبارات الشفهية. تفاجأنا باستبعاد أسماءنا، لا نعرف إيش السبب. كم عددكم الذين تم استبعادهم؟ تفاجأنا أننا فاشلين في ذلك. لكن بعد أن ذلك قمنا بمناشدات عديدة، وبعد أن حصلنا على الكشوفات من وزارة العدل تبين لنا أننا ناجحين والكشوفات موجودة معنا وبامتياز وتقدير عالي، وأن ما تم إرفاقهم أو تصعيدهم إلى المعهد هم طلاب أصحاب درجات متدنية جدا، وبعضهم راسبين مادة ومادتين، وبعضهم لم يدخل الاختبارات التحريرية أو الشفهية أصلا. لا نعرف ماذا يفعل، ماذا يراد، أين هي العدالة؟ نعم أستاذ جواد، اسمح لي فقط قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني أود أن توضح لنا أكثر كم عدد الطلاب الذين تم استبعادهم؟ 77 طالب وطالبة، نحن الذي تظلمنا، لكن الذي تم استبعادهم هم اللي دخلنا الاختبارات الشفهية أكثر من 200، يعني 381 طالب وطالبة. تم اختيار منهم حسب إعلان المعهد 250 طالب وإقصاء البقية. نحن الأوائل ومن كنا في السباق الأول في الاختبارات التحريرية والشفهية تقدمنا بتظلمات بعد أن حصلنا على كشوفات الاختبارات التحريرية وإننا أصحاب درجات وأصحاب حق، فلذلك تقدمنا بتظلم إلى مجلس إلى معهد العالي للقضاء أولا، ثم تقدمنا بتظلم إلى رئيس وزير العدل ورئيس مجلس المعهد، وتقدمنا أيضا بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وكذلك إلى كل عضو في مجلس القضاء الأعلى، وتقدمنا بتظلم أيضا إلى رئيس المحكمة العليا، وكذلك تقدمنا بمناشدات عديدة بداية لرئيس الجمهورية ورفعنا لها وأرسلنا لها وأرسلنا مبعوث إليها إلى رئيس الجمهورية، وأوصل رسالتنا إلى الدكتور رشاد العليمي، وكذلك تقدمنا بمناشدة لكل مستشاري رئيس الجمهورية. نعم، كل هذه التظلمات الذين بعثتموها والنواب، نعم، هل أتاكم أي رد ينصفكم؟ كانوا يقولوا طبعا بالردود، كانوا يوعدوننا بأنهم سيتم حل قضيتنا في ذلك، وكذلك تقدمنا بمناشدة إلى رئيس مجلس النواب ونوابه وبعض أعضاء مجلس النواب، فقلنا لهم وأرفقنا لهم الشكوى وأرفقنا لهم الكشوفات التي تثبت صدق دعوتنا، وتقدمنا أيضا بدعوة مستعجلة التقانا، أي بعد أن طرقنا الإعلام وطرقنا الشكاوي والوقفات الاحتجاجية طرقنا الباب الثالث وهي الدعوة أمام المحكمة الإدارية. وبعد أن أقنعنا القاضي بأن موعد الجلسة في المحكمة الإدارية هي 24 ساعة، أعلن المعهد العالي للقضاء للحضور إلى المحكمة والرد على دعوتنا. طبعا حدد موعد الجلسة في تاريخ 8/7/2019، وقبل موعد الجلسة بيوم اجتمع مجلس القضاء الأعلى وأقر ونظر في تظلماتنا وأقرها وأقر زيادة الطاقة الاستيعابية من 230 طالب إلى 300 طالب، أي باستيعاب المتظلمين نحن 77 في حدود 70 طالب. اتفقنا بذلك الإعلان خيرا في بداية الأمر، اتفقنا فيه خيرا، ولم نحضر الجلسة المحددة في اليوم الثاني، أي في صبيحة يوم 8/7/2019 لم نحضر لذلك، مما تسبب إلى استبعاد الدعوة من المحكمة الإدارية. بعد ذلك قمنا بمتابعة مجلس المعهد ومجلس القضاء الأعلى في تنفيذ القرار، لكن فوجئنا بأنه قد تم استيعاب اكتمال المقاعد ولم يتم استيعاب أحد منا. فوجئنا قوبنا بالتعنت.
بمعنى يعني لنمشي خطوة خطوة جواد، يعني في البداية من المعهد بعدم تنفيذ القرار، وذلك يعني استمرارا في الإقصاء والظلم من نعم. من هذه حصلتم على قرار بمقاعد إضافية، ولكن أيضا لم تشملكم هذه المقاعد الإضافية، يعني تم استبعادكم في المرة الأولى من المتظلمين، نحن تم الالتفاف على هذه المقاعد. نعم، في البداية استبعدوكم من المقاعد الأساسية، هل فعلا المعهد أقر 70 مقعد إضافي أيضا ولم تحصلوا عليها كذلك؟ أقرها مجلس المعهد في نعم. بضوء النظر في التظلمات المقدمة من وزير العدل، أقر التظلمات وأضاف 70 مقعد إلى الطاقة الاستيعابية الأساسية التي تم الإعلان عليها في بداية فتح المعهد، يعني في بداية التنسيق والتسجيل، من 230 إلى 300 مقعد فتم استيعاب، يعني على أساس أن يتم استيعابنا نحن المتظلمون، والبالغ عددنا 77 طالب وطالبة من كافة يعني من محافظات، من تعز، أب، الضالع، من دمار، من الحديدة، من صنعاء، على أن يتم استيعابنا نحن المتظلمون واتفاءنا بخير، لكن وكما يقول المثل أجا يكحلها زاد أعماها، وبدلا من إعادة المياه إلى مجاريها تم الالتفاف مرة أخرى على ذلك القرار وإصرارا من المعهد، لأننا اتخذنا الطريق التي رسمها لنا القانون والدستور في الالتجاء للمطالبة بحقنا، ونحن أصحاب حق ولدينا جميع الوسائل وجميع الأدلة الناطقة والصامتة التي تثبت صدق دعوتنا، ومستعدين للمثول أمام المحكمة وإثبات دعوتنا، ومستعدين لذلك، ولن نسكت عن حقوقنا المسلوبة، فنحن حماة العدالة، فإذا لم نستطع إعادة حقنا نحن أولا فكيف بنا، فكيف يؤمن بنا أن نكون أن نجلس على كرسي العدالة ونعيد حقوق المظلومين؟ نعم، نحن حاولنا بالطبع التواصل بعميد المعهد وبوزير العدل، عميد المعهد رفض الظهور معنا ووزير العدل للأسف لم يجب على الهاتف، كنا نود أن نعرف أين الحلقة المفقودة، وبالتالي سأسألك أنت أستاذ جواد، من المسؤول عن هذه الإجراءات غير القانونية؟ المسؤول على ذلك أولا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، هو المسؤول عن ذلك، نحن وجهنا له مناشدات عبر مدير مكتبه، نقول له سيادة الدكتور أرجوك انتصر للدستور والقانون، العدالة في خطر، القضاء سيادة الدكتور القضاء عمود الدولة، فكيف تستقيم الدولة والظل أعوج؟ أرجوك أعيد النظر إلى تلك الاختلالات، أجمعنا بعميد المعهد ووزير العدل، فأجمع بيننا وناقش الأمر وشوف وأنظر إلى الوثائق لتعرف عن قرب، هل نحن صادقين أم دعاة ضلالة؟ نعم، إذا اسمح لنا أستاذ جواد أن تنضم إلينا غزة السامعي، وهي المعيدة في كلية الحقوق بجامعة تعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير غزة. مساء النور أستاذ عافية. أهلا بك. إذا غزة دعينا في صورة مشكلة الطلاب من وجهة نظرك، طلاب المعهد العالي للقضاء. طبعا القضية كانت مش ولدت هذه السنة، وهي ولدت قبل سنتين أو ثلاث. قد قدمنا في معهد القضاء عندما كان في صنعاء، طبعا استبعدوا البنات في هذه السنة، ثم عدنا مرة أخرى وقدمنا مرة أخرى، هناك أمل نحن وزميلاتي وكثير من الزملاء أيضا أن يقبلونا في المعهد، لأن الجميع أكثر الذين يقدمون في معهد القضاء هم من أوائل الدفع في كلية الحقوق، معدلاتهم في التسعينات، حتى لما كنا نختبر التحريري والاختبارات الشفوي كانت اختبارات سهلة، يعني ليست بذلك الشيء الذي يجعلوهم يستبعدون من القبول. كذلك هذه السنة سمعنا بخبر جديد، وهو خبر الكتل النسائية، وليس تخصيص حصص لكل محافظة ومقاعد لكل محافظة، فكان خبر يعني جميل لكل الفتيات التي قدمن في المعهد. طبعا الموجودون كانوا في المعهد جميعهم كانوا يأخذون الاختبارات، كانت في ليست هذه الصعوبة التي يعني يتم استبعادنا في ذلك، ولكن كانت الاختبارات سهلة، اكتنزنا اختبارات التحريرية وطلعت النتائج مبشرة،
ثم دخلنا الاختبار الشفوي مثل ما قال زميلنا جواد قبل قليل، أن الاختبار الشفوي كانت مكونة من لجنة، وهذه اللجنة فيها عدد من الدكاترة الأكفاء، كانوا يشيدون بإجاباتنا، كانوا يقولون لنا بأمل وحب أن درجاتنا ستكون تمام. ولكن تفاجأنا بعد الاختبار الشفوي أنهم يتم استبعادنا مرة أخرى، وليست يعني المرة الثانية أو الأولى، ولكنها المرة الثالثة. فقد هناك معاناة كثير من الطلاب الذين لهم سنة يعني أكثر من سنة وهم يقدمون في هذا المعهد. نعم، إذا يعني برأيك ما هي الأسباب التي تستدعي لاستبعاد طلاب متفوقين، معدلاتهم عالية، إجاباتهم يعني حصلت على معدلات عالية ودرجات كبيرة كما تقولين؟ مثلا عندما كان معهد القضاء في صنعاء، كان أكثر الأسباب التي توجه يعني نعرفها أنه معهد القضاء في صنعاء يتحكم فيه أسر القضاء، وكذلك يعني اكثر الناس الذين متمسكين في هذه الحاجات اللي مثل القضاء والاسر الهاشميه هذه الاشياء. اما في عدن، عندما سمعنا انه تحول الى عدن، كان عدن يعتبر عندنا كانها ثغره للامل الجديد، فتفاجأنا ان النفس العصبيه موجوده هناك، المناطقيه، أهل تعز هضموا حقوقنا، أهل تعز بالذات، لأن إحنا أكثر الذين تم استبعادهم من محافظة تعز ومن الأوائل الدفع التي قلت لك من قبل. أنا أقلنا فيما بعد كان ما فيش داعي، يعني كانوا يعلنوا ويقبلون في الاختبارات، لأنه كان هذه خسارة لنا أصلا. في كثير من الأشخاص يعني ظروفهم المادية أيضا حتى لا تسمح أنهم كانوا ينزلون إلى عدن أو يسافرون إلى صنعاء فيما قبل ذلك، ولكن أصبح لنا معهد القضاء محصور في طبقة معينة. نعم، إذن بداية الأمر يعني كان الموضوع موضوع محاصصة، ليس حتى موضوع تفوق طلاب، ثم اكتشفتم أنه يتم استبعاد الطلاب حسب محافظاتهم. طبعا هنا هذه السنة في معهد القضاء، أنا يعني من خلال تجربتي عندما نزلت عدن، كان كثير من الأشخاص الذين قابلتهم جنوبيين. طبعا كانوا أول ما نروح من الاختبارات التحريرية والشفوية كانوا يقولون أن هذه السنة ستكون الحصص كلها لأهل الجنوب، أهل الشمال دائما يأخذوا الحصص، دائما يأخذوا المكاسب، دائما يأخذوا المقاعد. طبعا قلنا لهم إحنا أهل تعز يعني ما إحنا داخلين الدائرة، يعني أهل الشمال كان تبع للأسر القضاء، وأنتم الآن بالجنوب ستقوموا بمجازاة أهل الشمال، أهل تعز بما كما فعلوا أهل الشمال. كانوا يقولوا نفس الحكاية يعني، وفي كذلك شفتوا يعني بنات جنوبيات أثناء الاختبارات كانوا يخرجوا من الاختبارات ومثلا تقول أنها لم تفصل الاختبار، واللي تبكي واللي كذا. أتفاجأت من الأسماء الذين تم قبولهم في المعهد انهم نفس الفتيات التي كانوا يعني يقولون انهم لا يستطيعوا الاختبار. طيب يعني غزة، الكشوفات التي ظهرت باسماء الطلاب المقبولين، هل هي كشوفات جنوبيه 100%؟ لم يظهر ولا اسم من الشمال؟ ايعقل ذلك ان يمر هذا الامر بكل بساطه؟ ليست 100% جنوبية، ولكن يعني الأسماء التي قد نقول لك يعني في أسماء كانت راسبة في الاختبارات التحريرية وطلع اسمها والكشوفات أنها راسبة، اتفاجأ أنه حتى عندما لم يجمعوا درجاتها ومكتوب جنبها ناجح. في طلاب كان درجاتهم مثلا 53 54، هذه عندنا يعني اللي قد يعني شبه راسب، بس تم يعني وجودهم في الاختبارات. اما الاسماء التي مثلا 47، في طلاب 30 درجاته 10 بمثلا قانون احد المواد، وعند اسمه مكتوب ناجح واختبر معنا شفوي. يعني امر عجيب فعلا ان يتم استبعاد المتفوقين بهذا الشكل نتيجه لانتمائهم لمنطقه معينه او اخرى. اذا يعني
برأيك المقاعد التي تم إضافتها 70 المقعد، ما الذي حدث لها؟ هل نفس الإشكالية؟ يعني أنتم طالبتم بحقوقكم، راسلتم جهات، مثلتم للمحكمة لانتزاع هذه 70 المقعد الإضافي، وكما حدثنا جواد أيضا وزعت بنفس الآلية أو تم الالتفاف عليها؟ كما قال زميلنا جواد قبل قليل، أن احنا قد رفعنا تظلم ورفعنا أيضا دعوى مستعجلة في المحكمة الإدارية في 24 يونيو، وعدونا في النظر في الموضوع، ثم تفاجأنا أن هذه 70 المقعد ليس لها وجود، بل وظيفت إلى ناس آخرين. تفاجأ بالكشوفات أن هناك 300 اسم التي تم قبولهم في أسماء كانت تختبر معنا وليست موجودة أسماءها في الكشوفات. نعم، إذن كان الله في عونكم غزة السامعي، المعيدة في كلية الحقوق بجامعة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. لو عدت إليك جواد، يعني ما مخاطر أن يستحوذ تيار واحد أو فئة واحدة أو منطقة واحدة بسلك القضاء؟ استمعت إلي جواد أم أعيد السؤال؟ بالنسبة أستاذة لسؤالك المخاطر، نحن نريد تطبيق القانون والدستور الذي ينص على معيار الكفاءة. نعم. فهذا النص سوف يحقق العدالة وسيحمي الحقوق والحريات، ولن نجد ظالما أو مظلوما بعد ذلك. نعم، لكن ما يحدث للأسف الشديد، بداية كان أمر محاصصة، وهذا أمر غريب أن يتم استقطاب الطلاب عبر حصص معينة فقط للمحافظات. يفترض فعلا أن تكون الكفاءة هي أول الشروط التي يفترض الالتفات إليها، ولكن ما يحدث كما حدثتنا غزة، وتم استبعادكم، وبكل وضوح كانوا يتحدثوا بأن هذه المرة ستكون الحصص لأبناء الجنوب. من المفترض أن سؤالك هذا يوجه إلى وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب، أو إلى القاضي الدكتور نضال الشيخ عميد المعهد العالي للقضاء ليجيب لك على هذا السؤال. هل هناك نص في الدستور والقانون يتيح العمل الذي قمتم به سيادة الوزير وعميد المعهد؟ هل هذا القانون، هل هذا العمل الذي تقومون فيه بتوزيع المقاعد عبر المحاصصات عبر المحافظات في ينص عليه الدستور ومشروع، أم أنه عملا من ذات أنفسكم؟ أفتونا، أعطونا النص القانوني. نحن قرينا، قرأت 4 سنوات في الليسانس، 3 سنوات في الماجستير، أخذت الدبلوم في التحكيم الدولي والتجاري، ولم أجد هذا النص. أفتوني سيادة الوزير، أعطوني هذا النص القانوني حتى أقنع نفسي. نعم، إذن جواد، يعني هذه إشكالية حقيقية تعانون منها، وربما طرحت غزة نقطة مهمة، أنه في السابق وربما إلى الآن المعهد القضاء العالي الذي كان في صنعاء كان يمارس نفس الإقصاء ويحصر المنتسبين على فئة معينة أو على عائلة معينة. ما حدث في عدن ربما يتكرر السيناريو بطريقة مختلفة، هل تجد ذلك؟ نعم، نعم، أوافق الرأي الدكتورة غزة السامعي، فقد تقدمت أنا للدفعة 22 في صنعاء في العام 2014، وقوبلنا بالحرمان بالإقصاء بسبب المحاصصة، لكن نحن سافرنا إلى البلاد إلى تعز، ولم نجلس في صنعاء لسبب الأوضاع المادية والأوضاع التي كانت يعني المادية في الظروف الصعبة التي كانت تمر فيها البلاد. فسافرنا، فظل اصحاب يعني الزملاء، بعض الزملاء ومنهم الزملاء في دفعتي في كلية الحقوق الدفعة 13، ورفعوا دعوى قضائية، وعددهم 100 طالب، دعوى قضائية ببطلان المحاصصة لعدم دستوريته. طبعا بعد ان كان تم الرد والشدة في المحكمة، وتم الزام مع عميد المعهد ووزارة العدل بإحضار الكشوفات الأصلية لكافة الطلاب، هنا التقى حجزت، لم يحضر عميد المعهد في العاصمه صنعاء تلك الكشوفات، فحجزت القضيه القاضيه رئيسه المحكمه الاداريه الدعوه للحكم. طبعا الحكم كان سيبيت مبدا دستوري هام نعاني منه نحن في الجامعات وليس فقط في المعهد،
وهو بعدم دستورية المحاصصة، وإنما الكفاءة هي المعيار الأول حسب نص الدستور الجمهورية اليمنية. هنا مجلس المعهد، مجلس القضاء الأعلى، اجتمع قبل إصدار الحكم، اجتمع وأصدر قرار بقبول تظلمات 100 طالب المقدمة إليه. هنا طبعا المحكمة، رئيسة المحكمة بعد ما علمت بذلك القرار أصدرت حكما أو قرارا بعدم قبول تلك الدعوة من المرفوعة من الطلاب المتظلمين لعدم صحة الموضوع، وهو لأنه قد تم صدور قرار بمجلس المعهد بمجلس القضاء الأعلى بقبولهم. طيب، هنا مجلس المعهد أو المعهد العالي للقضاء بالعاصمة عدن، المؤقتة عدن، قبل 50 طالب من هؤلاء الطلاب. هنا نضع السؤال على عميد المعهد ووزير العدل، على أي أساس تم قبول هؤلاء الطلاب؟ أليس هؤلاء الطلاب هم من رفعوا دعوة بعدم صحة أو بعدم دستورية العمل الذي قاموا به، وهو توزيع الحصص عبر المحافظات، لأنه يخالف الدستور والقانون؟ فالدستور والقانون يقول مبدأ ومعيار الكفاءة هي الأولى في التطبيق، فلماذا يتم تكرير العمل مرة أخرى؟ نحن رجال قانون وسنتابع عن حقوقنا وسندافع عليها، لن نكل ولن نمل، سنطرق جميع الجهات حتى لو كلفنا الأمر للوصول لرئاسة الجمهورية، لن نتنازل عن حقوقنا، نحن مظلومين، نحن مظلومين، والكشوفات تشهد لذلك. فقد تبين لنا 6 أشهر نطالب عن حقوقنا لكن لا أحد يستجيب لنا، وكأن الأمر لا يعنيهم. لماذا كل هذا التعنت؟ أليسنا أصحاب حق؟ نريد من وزير العدل أن يجتمع بنا كما توعد واعترف بلسانه في قناة اليمن في العديد من البرامج التي كانت تقيمه قناة اليمن الفضائية، بإعداد وتقديم الأستاذة سونيا المريسي والأستاذ ماجد دهيم، فهم من قاموا معنا ووقفوا بقضيتنا بأكثر من 12 حلقة حتى استطاعوا الوصول إلى وزير العدل، واعترف وزير العدل بلسانه بأننا أصحاب حق وإننا طلاب مظلومين وإن 70 المقعد من ضمننا. فقال أرجو من أبنائي الطلاب أن يعينوني في ذلك، لكن كيف نعينه؟ قال الأمر ليس بيدي، كذا في القناة قال الأمر ليس بيدي، فهم أصحاب الحق لكن الأمر ليس بيدي. نعم، إذا لم يكن بيد وزير العدل بيد من سيكون؟ هذه إشكالية حقيقية. اسمح لنا أستاذ جواد أن ينضم معنا المحامي عماد القادري من إب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عماد. أهلا أستاذ، مساء الخير عليك أستاذ آسيا وعلى مشاهديك الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ عماد، ربما تابعت مشكلة الطلاب الذين استبعدوا من المعهد العالي للقضاء، برأيك من المسؤول عن هذه المشكلة والتي ليست وليدة هذا العام وإنما تتكرر ربما كل عام؟ نعم أستاذتي، أنا شخصيا متابع ومطلع على قضية الطلاب المتقدمون في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن. فما قامت به إدارة المعهد من استبعاد وإقصاء للطلاب الأوائل وذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية وسلب حقوقهم ومنحها لغير المؤهلين من أبناء المسؤولين وذوي الحقوق وذوي النفوذ وأقارب موظفية إدارة المعهد ووزارة العدل، فهذه بصراحة تعد ظاهرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المعهد العالي للقضاء، وهي ظاهرة منافية للشرع والقانون والأخلاق قبل أن تكون كارثة على مستقبل القضاء والدولة. فالقضاء يا أستاذتي، إذا كانت السلطة القضائية سلطة مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية، والقضاء مستقلون ولا سلطان عليهم سوى القانون، فكان الأولى إبعاد المعهد العالي للقضاء عن تحكم الإدارة، كونه نواة القضاء الأولى والبذرة التي تنتج القضاء. فإذا كانت البذرة فاسدة فأبشروا بقضاء فاسدون طبعا. فأنا كوني متابع لقضية هؤلاء الطلاب، أحب أن أعلق على ما تكلمت به معالي وزير العدل عبر مداخلة هاتفية عبر قناة الفضائية اليمنية قبل أحداث عدن طبعا. معالي الوزير تكلم، يعني بصراحة أنا كوني مطلع ومتابع لقضية الطلاب، فكل ما قاله كلام غير صحيح وغير واقعي وبعيد، وتكلم عن أرقام وهمية.
تكلم عن ارقام وهميه وغير صحيحه. فمعالي الوزير قال ان المقاعد محدوده، يعني اتى بتبريرات وهي محدوديه المقاعد، فقال ان المقاعد محدوده والمتقدمون للمعهد 900 طالب. فهذا كلام غير صحيح. المتقدمون للمعهد من جميع المحافظات اليمنية الجنوبية وشمالية هم 380 طالب. نعم. فأتى بأرقام وهمية صراحة وكلام غير واقعي. فبداية قال اعترف بحق هؤلاء الطلاب وقال أنهم مظلومون وأنهم قد ظلموا وأنهم متفوقون ومستحقون، وأن همه وهدفه هو أن يلتحق هؤلاء الطلاب للدراسة في المعهد، وألقى اللوم والذنب على مجلس القضاء فإنه لم يضف مقاعد كافية، لم يكن ذلك سوى لتغطية فساد غطاء لفساد الإدارة، ونية منه بإضافة بدفع مجلس القضاء بإضافة عدد من المقاعد لمنحها لأقاربهم وغيرهم ومن في حكمهم. بصراحة يعني حالة غريبة، ذهبوا وأدخلوا في نعم. الفترة هذه أدخلوا ناس لم يخوضوا الامتحانات أساسا. نعم، وتحدثت معنا يعني الزميل يعني الأخت غزة وهي تتحدث عن أرقام يعني لا تستحق حقيقة أن تحصل على هذا المقعد. بعض المواد 10، بعضهم يأخذون في بعض المواد 37 وما إلى ذلك، يعني طالب راسب عمليا في الامتحان التحريري. لكن دعني أسألك أستاذ عماد، ما الذي يمكن عمله يعني أو كيف يمكن وضع معالجات لهذه الإشكالية من وجهة نظرك؟ والله أنا من وجهة نظري لابد أن تكون هناك جهات رقابية، وأن يتم إحالة موظفو الإدارة وإحالة موظفي إدارة المعهد للمحاسبة التأديبية إن لم تكن للمساءلة التأديبية إن لم تكن مساءلة جنائية وفقا لنص المادة 163 من قانون الجرائم والعقوبة. كون ما قاموا به أصلا مضر بمصلحة الدولة. فدعيني يا أستاذة أكمل لك أعلق، وأتمنى أن يسمعني معالي الوزير معالي وزير العدل. فهو اعترف بحق هؤلاء، باعترافه ذلك يكون قد طبق جزء من رسالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرسالة العظيمة التي تعتبر منهاجا للقضاء في الدول الإسلامية، وهو الاعتراف. طبعا الاعتراف بالحق فضيلة. الجزء هذا الذي اعترف به في هذه الرسالة التي قالت الحق قديم لا يطيعه شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لكن معالي الوزير نسى ما افتتحت به هذه الرسالة، ما افتتح به سيدنا عمر هذه الرسالة، حيث قال لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. فمعالي الوزير اعترف بالحق ولكنه لم ينفذ ما تكلم به أصلا. كما أن معالي الوزير تكلم عن مبدأ المحاصرة رغم كونه غير شرعي اساسا مبدا المحاصره. فذكر ان طبعا باجابته عن سؤال احد الطلاب عبر مباشره عبر الهواء، ساله احد الطلاب عن مبدا المحاصره هل هو قانوني او شرعي، فاجاب بان مبدا المحاصره معمول به منذ نشاه المعهد العالي في المعهد العالي للقضاء منذ نشاته، وكانه اراد ان يقول سنستمر بالفساد وسنزيد، سنستمر الفساد في المعهد وسنزيد. نعم. لأن مبدأ المحاصرة هذا غير قانوني أصلا. نعم. لكن دعني أوضح، وأتمنى أن يسمعني معالي الوزير ومن يسمعني، أوضح رغم عدم مشروعية هذا مبدأ المحاصرة، فلنضع مقارنة بين محافظة إب، كوني أنا من محافظة إب ومطلع كم الطلاب المتقدمين من محافظة إب وكيف سارت مقاعدهم بين محافظة إب، لنضع مقارنة بين محافظة إب ومحافظة الضالع. فمحافظة إب
يوسف رساله من معالي الوزير محافظه ايه؟ معروف ان محافظه ايه؟ ثاني او ثالث اكبر محافظه من حيث التعداد السكاني. نعم. حيث يصل عدد سكانها حوالي 3 مليون، يعني من 2 مليون و600 الى 3 مليون نسمه. نعم، اذا شكرا جزيلا. المتقدمون يا استاذ، المتقدمون من محافظه ايه؟ 16 طالبا، 16 طالبا. جميعهم ناجحون وبتفوق طبعا. إذن يبدو لي أنها مشكلة فعلا متكررة كل عام وربما تزداد سوءا عاما بعد آخر. شكرا جزيلا لك عماد القدري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من إب. عودة إليك أستاذ جواد. أستاذ جواد، مجلس القضاء الأعلى تم تغييره قبل أسابيع تقريبا، هل تعتقد أن هناك أمل في القضاء الجديد لترسيخ الجدد لترسيخ مدامك قضاء يمني مستقل ونزيه؟ عفوا لم اسمع السؤال. نعم، قبل اسابيع تقريبا تم تغيير مجلس القضاء الاعلى، هل تعتقد انه يعني هناك امل فيهم في ان ياتوا بربما صوره مختلفه عادله تمثل المكان الذي ينتمون اليه؟ بالنسبه لتغيير مجلس القضاء، نحن ليس لنا أي تعليق عليه، نحن نطالب بحقوقنا السبعين المقاعد، نحن ظلمنا، نطالب عبر شاشة قناة بلقيس كما طالبنا عبر شاشة قناة اليمن الفضائية وقناة يمن شباب، نطالب أصحاب الشأن، نحن مظلومون فانتصرون لنا، فانتصروا أولا للدستور والقانون، أعيدوا الكرامة للقانون والدستور سيادتي سادات القضاة، فلا تتركونا للظلم، نعاني ونصارع الظلم لوحدنا، فقفوا معنا وقفوا مع الدستور واعيدوا له كرامته. نعم، ما هي الخطوات المقبلة التي أنتم مقدمون عليها حتى تنتزع حقوقكم كما تقول؟ إذا طبعا لم يتم الاستجابة وضمكم إلى مجلس القضاء. نعم. طبعا الخطوة القادمة إن شاء الله، نحن معدين الآن والطلاب الزملاء وعددنا 77 طالب معدين ل مؤتمر صحفي نظهر فيه للعلن، وبمشاركة جميع القنوات نظهر للعلن حجم المخالفات، وسننشر الوثائق الموجودة معنا وسننشر الكشوفات. هناك طلاب، تخيلي أستاذة آسيا، طالب يجي يحصل على 8 مواد بدرجة واحدة 50، أين العدالة؟ يعني 50 طالب يجي، طالب درجاته في كل مادة 50 50، هذه ليس من الصدف. نحن درسنا وتعلمنا ودرسنا في الجامعات والمدارس، فلم أجد أي طالب يجي يعني يحصل على درجة واحدة في المواد، في كل المواد. الصدفة أن تحصل على درجة مادتين ثلاث في درجة يعني متشابهة قريبة جدا، أما أن تحصل في 8 مواد على درجة واحدة فهذا أمر يثير للسخرية ويدعونا للتعقب، وسوف ننشر تلك الوثائق وتلك الكشوفات للعلن في مؤتمر صحفي علن للكافة، وسنرفع الدعوة وسنصعد، ولن نكل ولن نمل، سنصعد إعلاميا وسنسير على الخطى حتى نصل، سنسير عن الدرب حتى نصل إلى حقوقنا وما ضاع حقا ووراه مطالب. نعم، ونحن بدورنا سنقوم بمتابعة قضيتكم حتى تحصلون على حقوقكم المسلوبة. شكرا جزيلا لك جواد النابهي، أحد الطلاب المستبعدين من المعهد العالي للقضاء، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله أحمد وهو طالب في المعهد العالي للقضاء من صنعاء. مساء الخير عبد الله. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا أنت أحد طلاب المعهد العالي للقضاء في صنعاء، حدثنا عن الوضع لديكم وآلية يعني استقبال الطلاب المستجدين. نحن من الطلاب المستبعدون المستبعدين من الدفعه 22، ومع الاسف فقد تعرض عدد 100 طالب من الدفعه 22 للمعهد العالي للقضاء الى اقصاء متعمد من قبل القائمين على المعهد والوزارات ومجلس القضاء انذاك. وكان ذلك نتيجه الاسباب العنصريه كان بطلها احمد عقبات وزير العدل الحوثي انذاك. نعم. حيث قام باجبار مجلس القضاء في صنعاء على سحب قرار قبول عدد 100 طالب كان قد تم قبولهم للدراسه في المعهد العالي للقضاء بصنعاء
مع العلم بأن جميع الطلاب الذين تم استبعادهم من ذوي الكفاءات العالية ومن الحاصلين على درجات ممتازة في اختبارات القبول لدى المعهد، حيث كان معظم من تم استبعادهم حاصلين على درجات فوق 80 درجة من المعهد، وتم استبدالهم بطلاب أدنى منهم في المستوى. نعم. الأمر الذي يجعل معه الاستبعاد ظلم كبير في حق هؤلاء الطلاب ونحن. نعم، يعني أنت الآن أحد الطلاب المستبعدين، لم تنتمي بعد للمعهد. لا نحن، ولكن تم تظلم. نعم. من الطلاب المستبعدون لدى المعهد العالي في عدن، وتم إنصاف 62 طالبا وطالب. أنت من ضمنهم. نعم. نعم، إذن يعني ربما آلية الفساد للأسف الشديد تتشابه في صنعاء وعدن مع اختلاف المسببات. هل فعلا يعني كما يقال عن معهد القضاء في صنعاء أنه مسيطر عليه من قبل أسر معينة وفئة معينة من المجتمع، خاصة أن الأمر ازداد سوءا بعد الانقلاب؟ بالنسبة لهذا الكلام صحيح، هم يفقدوا مظلوميتنا الحاضرة. نعم، إذن الإشكالية يعني في عدن ربما تحدثت معنا الأستاذة غزة السامي بقولها بأن في صنعاء يسيطر عليه على المعهد فئة هاشمية، وفي عدن يقولون بصراحة لن نقبل هذه المرة إلا من أبناء الجنوب. كيف سيكون مصير القضاء بهذا الشكل برأيك؟ بالنسبة للطلاب الذين التحاق بمعهد القضاء في عدن ولم بالدخول الى المعهد، فلم يكن ذلك لانتهاكات معينه حسب علمنا، وانما بسبب ضعف المعدلات التي حصلوا عليها اولئك الطلاب وحصول طلاب اخرين على درجات اعلى منهم، والاختيار عاده يتم حسب الاعلى درجه من كل محافظه على حده. والحق يجب ان يقال فقد تم انصافنا وحل مطلوباتنا من قبل مجلس القضاء في عدن والمعهد العالي للقضاء هنا، فقد تم قبول عدد 62 طالبا وطالبه من المستبعدين من الدفعه 22 فيها، وهذا برايي انه انصاف كبير. يجب ان يحمد. يعني هل ترى المشكله خاصه مشكله هؤلاء 70 طالب بانه يعني من كل محافظه لابد ان يتم بنظام المحاصصه اخذ عدد معين هم الاعلى، وبالتالي اذا حصلت عدن على درجات ادنى فهي من ضمن حصتها؟ حاليا اصبح عرف في المعهد ان يتم اختيار الاعلى درجات المستوى، الاعلى درجه في المحافظه. نعم اذا حسب بالنسبه لاخواننا الطلاب فاننا نتعهد لهم انه في حاله ما اذا وجد اي مخالفه او انتهاك صحيح في حقهم من قبل اداره الحاليه فاننا سنكون الى جانبهم حتى يتم انصافهم ورفع مظلوميتهم كما تم انصافنا ورفع مظلوميتهم من قبل القاعدة. هل تعتقد ان الحكومة الشرعية قادرة على اصلاح مثل هذا الخلل في منظومة القضاء اليمني؟ والله هذا الامر يتطرق الى مدى قدرة الاستيعاب وتوفير الجو المناسب للطلاب وتطبيق القانون ونصوصه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الله احمد الطالب في المعهد العالي للقضاء، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.